تحية طيبة مشاهدينا الكرام اينما كنتم، اهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في مباشر سبور عبر شوف سبور. نحييكم في يومه الخميس، تحية لكل الجماهير اللي كتبعنا طبعا دائما وابدا عبر شوف سبور، اللي من خلالها كنعطيكم كل جديد فيما يخص الرياضة الوطنية وكذلك الدولية، اكيد اخبار الاندية المغربية المشاركة في المسابقات القارية، الحديث عن الرجاء الوداد في الشامبيونز ليغ وممثل الكرة المغربية نهضة بركان اللي كنتمنوا له ان شاء الله كل التوفيق في المسابقة القارية الثانية كأس الكونفدرالية في الماتش اللي غيجمعوا مع بيراميدز المصري نهار الحد ان شاء الله على أرضية الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط. كل التوفيق لنهضة بركان، كذلك كنتمنوا التوفيق لممثلي الكره المغربيه في تشامبيونز ليغ، الوداد الرياضي وكذلك الرجاء الرياضي في الماتش ديالهم في الروتور ان شاء الله في مصر، خصوصا الوداد اللي غيلعب غدا ضد الاهلي، لانه الماتش ديال الرجاء مازال فيه القال والقال، مازال فيه القيل والقال. الرجاء الرياضي فيروس كورونا سبب انه دخل الفريق في واحد الكونفينمون بقرار وزاري طبعا ديال وزارتي الداخليه والصحه. الكاف لحد اللحظه لم يصدر بيان او لم يصدر قرار رسمي او بلاغ رسمي في هذا الصدد، تاجيل المباراه من عدمها، ولكن كل الاخبار، كل الكواليس، كل السكوبات تقول بانه الكاف يسير نحو تاجيل المباراه اللي اكيد غتجمع ما بين فريق الزمالك المصري وكذلك الرجاء الرياضي. كل التوفيق ان شاء الله لفريق الرجاء الرياضي اللي للاسف اليوم عاوتاني تزادوا عنده الحالات ديال فيروس كورونا المستجد، تزادوا اللعابه، العدد الان في صفوف فريق الرجاء الرياضي فيما يخص الاصابه بفيروس كورونا فهو 15 لاعب. الامر يتعلق بالمهاجمين سفيان الرحيمي بن حليب وكذلك اللاعبين ديال الوسط المكعزي الوردي والمدافع دويك وحارس المرمى بوعميرة، ليصبح طبعا العدد كما قلنا لكم 15 حالة مسجلة في صفوف فريق الرجاء الرياضي، اللي اكيد كنتمنوا له ان شاء الله التوفيق في الماتش المقبل ضد الزمالك المصري. كل شيء وارد في كرة القدم، حتى شي حاجة ما تحسمات. حنا معكم انتم مشاهدينا الكرام وكذلك مع بعض الزملاء من العاصمة المصرية القاهرة الإعلاميين، أكيد غنبغيو نعرفوا رأيهم في هذا الشوشرة اللي ناضت فيما يخص ماتش الرجاء، التأجيل من عدمه، الكاف مازال ما خرجت شي حاجة رسمية في هذا الصدد، ولكن كل الأخبار يعني بنسبة ديال 80% تؤكد أنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يسير في طريق تأجيل هذا الماتش هذا ديال الرجاء والزمالك. حنا غادي نمشيو نتوقفوا مع فاصل قصير، بعده سنواصل معكم ان شاء الله اكيد في استقبال مكالمتكم انتوما، تعطيونا رايكم خصوصا الجمهور العاشق لفريق الرجاء الرياضي فيما يخص هذه المباراه وكذلك مع الزملاء ديالنا من مصر. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام من جديد، عدنا لكم عبر شوف سبور في مباشر سبور. كما قلنا لكم ان شاء الله كنتمنوا الشفاء العاجل للاعبي فريق الرجاء الرياضي اللي مصابين بفيروس كورونا المستجد، اللي هما 15 لاعب، يعني 15 عنصر في فريق الرجاء الرياضي اللي مصابين بفيروس كورونا المستجد. يعني مستحيل يعني بكل صراحة انه الرجاء باش يلعب الماتش الجاي ضد الزمالك المصري، على غادي يكون شي قرار يعني خارق
العادة من الاتحاد الإفريقي اللي مازال ما صدر حتى شي بلاغ رسمي. نمشيو ناخذوا أول اتصال في عدد اليوم. أهلا وسهلا. أهلا خويا. تحية طيبة لك خويا، صباح النور. خويا أنا كي ودادي. مرحبا أخويا، الاسم ديالك المدينة؟ مرحبا. أنا من قلعة سرغنة، اسمي سي عبد الرحمن. سي عبد الرحمن من قلعة سرغنة، مرحبا خويا عبد الرحمن، صافا لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يحفظك لي يا خويا. رأيك في هاد البوليميك، في هاد النقاش اللي نايض على الماتش ديال الرجاء والزمالك؟ الكاف لحد الان مازال ما اجلش الماتش بشكل رسمي، ولكن كل الاخبار وكذلك المعطيات كتقول بانه الماتش في طريقه الى التاجيل، خصوصا بعد ما سجل الرجاء دابا وهاد الصبيحه هذه، يعني 15 لاعب في التوتال، يعني 15 لاعب اللي مصابين بكورونا. اولا اخويا كنتمنى الشفاء لجميع تقنيه الرجاء البيضاوي، والتأجيل أخويا ضروري، خاص يكون التأجيل ضروري، حيتاش ما كاين بيسيط الدراجة المدرسة ما يقدروش يلعبوا مع هادو. وانت رأي يعني التوقع ديالك المباريات الجاية فيما يخص الوداد وكذلك الرجاء بعد الماتشات اللي هنايا، كيفاش كتشوفهم انت؟ أنا أخويا نقول لك الوداد إن شاء الله دير ريمونتادا. ياك اخويا ان شاء الله كل التوفيق. بشحال ان شاء الله بشي امين. بشي 3-0 شي 4 لواحد ان شاء الله، كل التوفيق لوداد الامه ان شاء الله. وان شاء الله تتراجع حتى هي اخويا، ان ان شاء شاء الله الله يكون مغربي، ان شاء الله اخويا يكون مغربي ان شاء الله الفينال، ان شاء الله نتمنوا الخير ان شاء الله، نتمنوا امين الخير. اخويا. شكرا لك خويا، شكرا اخويا هاني. شكرا شكرا خويا من قلعة سرغنة. نتمنوا الخير ان شاء الله للانديه ديالنا الرجاء وكذلك الوداد في الشامبيونز ليغ. اكيد فريق نهضة بركان كيبقى الممثل الوحيد للكره المغربيه على مستوى كاس الكونفدراليه. نتمنوا له التوفيق، الفريق يواصل المعسكر ديالو في العاصمه الرباط بعيدا عن الضجيج، بعيدا عن يعني السخط ديال الجماهير. الجماهير ديالو العاشقه الالوان البرتقالية تسانده عن بعد طبعا عبر منصات التواصل الاجتماعي وكذلك من خلال الفيديو، من خلال الرسائل. الجماهير كذلك المغربية كتمنى ان شاء الله باش انه بركان بعد الذهاب اللقب الموسم وضيعه ضد الزمالك باخطاء تيسيمان ذاك الحكم، يعني نتمنوا ان شاء الله انه الفريق ديال نهضة بركان هذا الموسم هذا يتوج بهذا اللقب اللي صراحه كيستحقه، واصبح متخصصا فيه على طريقه كما قلت في السابق اشبيليا الاسباني والدوري الاوروبي. احنا دائما معكم عبر شوف سبور، اكيد العديد من التساؤلات فيما يخص المشاهدين ديالنا، كيقول لي اخويا عثمان شحال ديال اللاعبين دابا مصابين في فريق الرجاء الرياضي؟ 15 لاعب اللي كاينين في فريق الرجاء الرياضي اللي مصابين بفيروس كورونا، اللي كنتمنوا لهم ان شاء الله كل الشفاء. نمشيو ناخذوا اتصال اخر. اهلا وسهلا. وعليكم السلام خويا. تحيه طيبه لك خويا. كي داير اخويا؟ الله يحفظك ليا. الاسم ديالك؟ مرحبا. بخير. معك عبد السلام الرجاوي خويا. سي عبد السلام الرجاوي، تحياتي اخويا. واحد السيد غبرنا شويه، ماشي مشكل، كان معنا زميلنا زميلنا رضا توا في البرنامج. كي داير انت؟ صافا لاباس عليك؟ لاباس الله يطول لي عمرك اخويا، بارك الله فيك. الله يطول. وشنو شنو رايك في هاد الحريره هذه اللي نايضه في الرجاء 15 لاعب؟ راك عارف اكثر من خمسه اللاعبين خص تاجل المقابله. وحنا ما كانش عندنا مشكل، ولكن ملي قالت السلطات هي اللي دارت هذا الشيء ما كاين حتى مشكل. حنا معاه، وترك الشيء مرتضى منصور رضوى مزيان. حاول اخويا حاول انك التليفون اللي كتسمع منه المباشر تنقص له شويه باش نسمعك مزيان. قلت لك فهمتي السي رضا منصور دوا زعما بروفيسيونيل. هما راه وليداتنا، ولكن انا اللي بقى فيا الحال هو ذاك القندور اللي كيدوي بزاف ديال مصر، وما جاوب عليه حتى شي صحفي مغربي. جاوبنا عليهم شويه، يمكن الا شفتينا في شوف سبور جاوبنا عليهم شويه. على قطع عليا لاباج ملي كنت معاه في هذا، راه سد عليا كاع لاباج ديالو. هذا وحنا هذا، وكنتمناو حتى للوداد ان شاء الله. ان شاء الله. شوف دابا، شوف دابا احنا الله عرفتي، والله راه قلت انا رجاوي من الناس، والله العظيم الا باغي يكون هذا ثاني هذا الفينال
مغاربي، دير بيه مغاربي ثاني كاع الناس دوي عليه. ان شاء الله نتمنى الخير. ما كنتمناو اليوم والله العظيم من صميم القلب ديالنا كل شيء بجوجهم يدوزوا ان شاء الله نتمنى الخير. حنا كما قلت لك اخويا كاين في مصر عندنا زملاء بزاف اللي كيهضروا بموضوعيه وكيهضروا يعني باحترام، ولكن للاسف هما عندهم ما يسمى، انا قلت يعني في السابق، عندهم ما يسمى بالاعلام المنتمي، يعني كاين قنوات اللي كيجيبوا نجوم سابقين في كرة القدم وكيعطيوهم الميكروفون وكيبداو يقولوا اللي بغاو، ولكن في الغالب كتلقى انه الزملاء المصريين، كنهضر على الاعلاميين، كنهضر على الناس اللي قارين الصحافة والاعلام، فهما كيتحدثوا كيهضروا بموضوعية. كاين طبعا بعض المتعصبين كما حتى حنا عندنا هنا في المغرب، باش ما نكونوش منافقين، حنا في العالم كامل من الجمهور، كاين الجمهور اللي في مستوى وكاين الجمهور اللي الله يهديه. ايه ونتمناو الخير. والتوقع ديالك الماتشات الجايين كيفاش كتشوف انت؟ ان شاء الله الى الوداد لعبوا على القميص على الدرابو والله العظيم تيربحوا. الاخرين راسو سعادي كاباري، راك شوف ما كاينش شي لمسات فنيه او شي حاجه، تبارك الله هما مشارجين عامرين كي كنقولوا. اما احنا عندنا الناس تبارك الله، لا في الوداد لا في الرجاء، ناس تقنيين في الكرة، الله يهديهم يبعدوا من الصهير ولا من نطولوا داك الشيء، ويديوها في لونترينمون ديالهم وفي صحتهم، غادي يكونوا على احسن ما يوران. نتمنوا الخير ان شاء الله، نتمنوا الخير لفريق الوداد وكذلك الرجاء. شكرا لك خويا الرجاوي. شكرا. شكرا خويا عثمان. شكرا. نشوفوك ان شاء الله في الله يحفظك ليا. شكرا. مرحبا بك دائما. شكرا خويا. شكرا. شكرا خويا الرجاوي، مرحبا بك دائما عبر شوف سبور. اكيد انه الجماهير العاشقه لفريق الرجاء الرياضي متاسفه وكتضامن كل تضامن مع الفريق ديالها الرجاء في هذه المرحله الصعبه، اصابه اللاعبين بفيروس كورونا كيبقى امر صعب قبل الموعد الحاسم. شو ناخذ اتصال اخر. اهلا وسهلا. السلام عليكم. تحيه طيبه لك خويا، مرحبا. الله يبارك فيك اخو شوف تي في ديالك. اسم ديالك المدينه. مرحبا اخويا عبر شوف سبور، مرحبا شوف تي في. بغيت نهضر معك اخويا على حسن، ترجع لي الهضره. حاول انك تواصل معنا من جديد الا كان يرجع لك الصوت. نعاود نقطع. اوكي يلا. شكرا لك. كاين تعليقات كثيره فيما يخص المباراه. كيقول لي محمود العسكر من مصر، ان شاء الله كل الشفاء للاعبي فريق الرجاء الرياضي، اهلاوي رجاوي. نمشيو ناخذوا اتصال اخر. اهلا وسهلا. السلام عليكم. تحيه طيبه لك خويا، مرحبا. الله يبارك فيك. عندنا خويا بغينا واحد المشكل ديال واحد الشركه. احنا الان في برنامج رياضي، يمكن لك تواصل مع الزملاء ديالنا في عبر الهاتف يعني الفيكس، وان انك تحكي لهم القصه ديالك وما غادي يتواصلوا معك. اوكي سيدي. النمره ديال الفيكس. احنا نعطيوها لك ماشي مشكل، نساليو المباشر ونعطيوها لك تواصلوا معك. مرحبا. مرحبا. اكيد جماهير فريق الاهلي المصري كتمنى كذلك الشفاء العاجل للاعبي فريق الرجاء الرياضي وجميع الجماهير العاشقه لكره القدم، لانه الرجاء كيمثل المغرب واللاعبين قبل ما يكونوا لاعبين ديال الكره وكيمثلوا الوان، فهما انسان بشر بحالنا بحالهم، فكنتمنوا لهم ان شاء الله الشفاء العاجل. اهلا وسهلا. مرحبا خويا عثمان. اهلا وسهلا خويا صافا لاباس عليك. الله يحفظك ليا. اسم ديالك المدينه. مرحبا. عبد الرحيم من العيون. سي عبد الرحيم من العيون. العيون الشرقيه ولا العيون الجنوب؟ لا الجنوبيه ديجا طفلت لك دقيقه. اهلا وسهلا سي عبد الرحيم، شرف لينا، مرحبا بك. كي داير العيون؟ مزيان لاباس الحمد لله، الله يسلمك. عندكم شي برد؟ عندكم شي صاد؟ امور بخير الله يحفظك دقيقه. الله يحفظك ليا. وشنو رايك في هذه القضيه ديال اصابه لاعبي فريق الرجاء الرياضي بكورونا؟ نقول لك كنتمنى لهم، كنتمنى الشفاء العاجل ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكنت منهم يحضروا للماتش الجاي ان شاء الله نهار واحد ولا ثلاثه، ولا ماتش نهار واحد في الشهر. وبالنسبه للتسجيل ان شاء الله تكون تفرحنا ان شاء الله، كان تسجيل لا شي حاجه رسميه غنكون تفرحنا ان شاء الله. ما كتشوفش انه يعني التوقف ديال اللاعبين على لونطريمون يقدر ياثر عليهم كذلك عاوتاني؟ ما ظنش لان كنا اللي يقدر على الرجاء يكون كان الماتش يكون تلعب الماتش. مادام كاين تاجيل راه غيكون تفرح الرجاء ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنوا تشوفوا. خويا زعما بغيت نقول نطرق لك واحد النقطه خويا اثنان اذا سمحتي. بالنسبه لشي خبر، بعض المرات كيدلحوا شي خبر اذا سمحتي، الا تقني هضر شويه الله يجازيك بخير. فهمت. مازال بعض المرات فاش كان الماتش ديال الرجاء والزمالك،
ان هذا الموقع ديالكم كتبرجيو شي اخبار بحال كما كتقولوا عزيز بن شرقي كيصور مع اللعابه فرحان كيدير في بنور خرخر سميتو خرجان فرحان فهمتي يعني بغيناكم عيوا تهضروا على الحكم اللي ظلمنا وسميتو كلونا حقنا وداروا لنا كتهضروا نتوما على بن شرقي كيصور ما هضرناش حنا على الحكم انت ما شتي حتى شي حاجه في لاباج على الحكم لا انا الباج ديالكم كنتبعوا لاحتراماتي لكم ولكن كاغلبيه كان هو قلتوا عزيز زياد خرج من بنور خاعي عزيز بن شرقي كيصور مع اللعابه فرحان لا دابا غير سمعني ودابا انت السي عبد الرحمن السي عبد الرحمن دابا انت قلتي كتبعنا ياك انت واش شفتي انت واش شفتي واش مرحبا انت واش شفتينا اننا حنا هضرنا على الحكم ولا لا هضرتوا على الحكم ولكن ماشي بديك الكميه اللي بغينا حنا هذيك الضغط اللي كيديروا المصريين ما كيديروش حنا في الاعلام ديالنا المغربي اكثر وحدين هضروا على الحكم اللي قاد الماتش ديال الرجاء الرياضي ياك الكاميروني اليوم هما حنا في شوف سبور يعني بكل مع كل الاحترام فهمتي السي عبد الرحمن ويمكن لك ترجع يمكن لك ترجع ودرنا حلقات ودرنا حلقه مع السي يعني موجه للخبير التحكيمي وجمعنا اللقطات ديال الماتش دراجه ودرنا للماتش دراجه من الجانب التحكيمي يعني حتى الجمهور مل يمكن انت ما شتيش هاد السي عبد الرحمن راه متفق معاك اخويا زعما راه هضرت ولكن ديك اما الا كنتي كتقصد الاعلام كامل الا كنتي كتقصد الاعلام كامل فانا اخويا ما محقيش نهضر انا للاعلام كامل كل واحد كيفاش من طريقته لا وحاجه اخرى عاوتاني اليوم البارح كنقول لي ما في الصباح وقيلا بارطاجيت وقلت سميتو موقف ما هو رايكم في موقف القجع مع الرجل البيضاوي موقف القجع موقف الجامعه المغربيه فهمتي ماشي موقف القجع حتى شخص راه هو القجع هو رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم الجامعه الملكيه المغربيه هي اللي كتحمي جميع الفرق يعني ما كتحميش الرجاء بوحدها راه دابا بلاتي باش نشرح لك وباش ما تبقاش تخلط الامور دابا انت هضرتي مع التحكيم ومشيتي ليا للقجاع وهذه لا غير بلاتي دابا انت دابا هذه يعني بالدارجه كما كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا ياك هذه القضيه ديال رايكم في هذه ديال القجاع انت كيفاش فهمتيها دابا كيفاش فهمت يعني كسميتو يعني كموقف الجامعه المغربيه سميتو الانديه الوطنيه كاملين يعني ماشي لا شنو فهمتي منها دابا هذه الجمله حنا هذا السؤال هذا ديالنا حنا للجمهور الرياضي المغربي شنو فهمتي منه انت دابا كيفاش فهمتو انا فهمتو كما قلت شنو هو رايكم في موقف القجع مع الرجاء البيضاوي فهمتي هذه القضيه ديال التاجيل اها وشنو فهمتي منه يعني كيفاش فهمت انا اللي بحال قلتي القجع كيدير مع الرجاء كيدير مع المزيان كيدير مع هذا غير موقع هذا شوف هذا غير فهم هذا واسمعني عبد واسمعني عبد الرحمن اخويا اسمعني لانه دابا انت كتحاورني في اشياء خصني ندافع على راسي باش نهضر معك ما خصكش انت غير ترمي لي العافيه وتخليني ساكت خليني نهضر معك باش نشرح لك الامور فهمتي لانه انا اصلا ما خصنيش ندخل معك في هذه البوليميك ولكن بغيت نوضح لك حنا فاش كنديروا رايي فوزي يعني الموقف ديال فوزي القجاع يعني مع فريق الرجاء الرياضي راه ما كنديروهاش غير على الرجاء درناها مع الرجاء درناها مع الوداد درناها مع بركان درناها مع طنجه مع المغرب الفاسي انت شفتيها غير على الرجاء واش فهمتيني انت شفتيها غير على الرجاء الرياضي فهمتك غير هذا راه موقف الجامعه المغربيه ماشي شوف الجامعه المغربيه الرئيس ديالها هو فوزي القجاع واجب عليها تحمي جميع الفرق المغربيه ايوا هي كتحمي جميع الفرق المغربيه وكتوقف مع جميع الفرق المغربيه وباش ما نكونوش نكارين الخير دابا بصراحه انا نسولك السؤال جاوبني بصراحه دابا في هذه المرحله ديال كورونا دابا نعم ما كانتش الجامعه الملكيه المغربيه الانديه كانت تقدر انها تساير هذه المرحله لا باش دابا نتوما دابا شوف الجمهور راه ما عارفش بزاف د الحوايج الانديه ديالنا راه ما عندهاش الامكانيات خويا تما انا راه كدير دار هادشي كاع راه كاين هادشي كاع اللي قلتي راه كاين غير ديك القضيه ديال اني كشخص راه الجامعه المغربيه هي اللي الجامعات كلها في الاجهزه والجامعه ولكن شكون اللي كيمثل المغرب في الكاف شكون اللي كيمثل الجامعه الملكيه المغربيه في الكاف صافي الحسيد الفوزي ايوا فوزي القجع هو اللي كيمثلها في الكاف يعني فوزي القجع هو اللي كيساند الانديه المغربيه في الكاف كما المصريين كيساندوا الانديه المصريه في الكاف كما التوانسه هادشي عادي جدا فهمتي كما فوزي القجع وقف مع الوداد في الملف ديالو كما وقف مع العديد من الانديه عموما خويا عبد الرحمن شكرا بزاف ليك شكرا مرحبا خويا مرحبا نحن هنا للجواب على اي حاجه بغيتي مرحبا سي عبد الرحمن من مدينه العيون اكيد
كل التوفيق ان شاء الله لفريق الرجاء الرياضي ولكل الانديه المغربيه ان شاء الله. احنا اللي بغينا ان شاء الله بعد هذه المرحله هذه هو انه تنتهي يعني هذا تشامبيونز ليغ ان شاء الله بتتويج مغربي ولا حتى تتويج مصري، ما عندناش حنا مشكل، غير فقط يكون يعني كما كنقولوا تكون يعني الحدود متساويه. من مصر غادي نمشي نرحب بزميلي رضا السنباطي الاعلامي المصري، ناخذ رايه فيما يخص هذه القضيه ديال مباراه فريق الرجاء الرياضي. كما قلت الكاف لحد اللحظه لم يصدر بيانا او بلاغا يعني يؤكد فيه بشكل رسمي تأجيل المباراة، ولكن كل الأخبار صراحة والسكوبات والمعطيات كتقول أنه بنسبة ديال 80% الماتش غيتأجل. 15 لاعب مصاب بفيروس كورونا في صفوف فريق الرجاء الرياضي. من القاهرة رضا، مساء النور رضا. رضا مساء النور عثمان، برحب بيك وبرحب بكل الأخوة المغاربة. رضا مساء النور. مساء النور عثمان. نعاود نتواصل مع زميلي رضا من مصر. رضا كتسمعني؟ كنسمعك كويس عثمان. مساء النور رضا او صباح الخير، كيف حالك؟ اكيد انه انتم في مصر يعني تترقبون قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي مازال ما خرج الان بخصوص مباراة فريق الرجاء الرياضي وكذلك الزمالك المصري. كل الشارع المصري يعني العاشق لكرة القدم وخصوصا الزمالك يترقب هذا القرار من الكاف. كل الأخبار رضا هنا في المغرب يعني تقول بأنه المباراة ستتأجل، خصوصا بعد قرار وزارة الداخلية وكذلك الصحة في حق فريق الرجاء الرياضي باش أنه يدخل في يعني الكونفيرمو ديال فيروس كورونا باش أنه يعني يدير الحجر الصحي. نتوما في مصر كيفاش كتعيشوا هذا الحدث هذا اللي صراحه كيبان لي انه غيطول، لانه هذا الصباح تاكد عاوتاني الاصابه ديال مجموعه ديال اللاعبين ديال الرجاء بفيروس كورونا المستجد. عثمان يعني 48 ساعه المباراه ولسه ما فيش قرار رسمي على تاجيل المباراه او لا. طبعا شفنا حوالي 14 او 15 اصابه حاليا في نادي الرجاء، لكن لما نشوف الاعلام المصري حاليا او نشوف رد الفعل فكله بيشوف ان نادي الزمالك طبعا كان ليه فرصه على الاقل طبعا ان المباراه بعد المباراه النهائيه مثلا يكون في فرصه للزمالك لو وصل للمباراه النهائيه. كمان المطالبه حاليا اذا كان في تاجيل لمباراه الزمالك ورجاء يكون في تاجيل لمباراه الاهلي والوداد، كده صعب جدا تاجل مباراه الاهلي والوداد لان مباراه الاهلي والوداد هتكون طبعا غدا جمعه فهيكون صعب جدا انت تاجلها، فكده هتكون الفرصه اصعب. يعني دلوقتي الزمالك لو هتاجل المباراه ليوم واحد في الشهر زي كل الاخبار اللي ظهرت، لو اتاجلت ليوم واحد فانت كده هتلعب النهائي لو يوم 6 او يوم 7، هتكون فرصه ضعيفه لنادي الزمالك. في المقابل هيكون المنافس النادي الاهلي او طبعا الوداد، ولكن فرصه الاهلي الاكبر طبعا هتكون فرصته اكبر في هذه المباراه. هنا بس فقط الاختلاف، لكن إدارة الزمالك ما بتمنعش أبدا تأجيل المباراة طبعا مع مراعاة لكل الإصابات في المغرب. ولكن عثمان هنا السؤال، الاتحاد الإفريقي كان لازم يكون في قرار من بدري. يعني الزمالك لعيبة الزمالك حاليا بتتدرب لسه يعني 48 ساعة على المباراة، أنت بتتدرب على أي أساس؟ هل المباراة السبت ولا بتتدرب على التأجيل؟ عمل تشتت وتوتر بين اللاعبين. لكن هنا السؤال لازم يكون في قرار بدري يعني للاتحاد الافريقي كمان بعد الاصابات الجديده اللي احنا شفناها. اذا كان في قرار بسفر البعثه لبعثه الرجاء كنا ممكن نقدر نقول ان فريق الرجاء هيلعب، لان لو انت عندك على الاقل 14 لعيب كنت هتقدر، لكن بعد اصابات اليوم الموضوع اصبح صعب جدا لفريق الرجاء وكده الامور بتتجه للتاجيل. لكن مع التأجيل هل هيكون في تأجيل نهائي ولا هتكون الأمور إزاي؟ المطالبة عثمان نعم رضا، التأجيل طبعا المباراة الأخرى في نصف النهائي لكن أصبح صعب كده. الأمور عثمان الأمور كده ماشية إنك هيكون في تأجيل مباراة الزمالك مع الرجاء ليوم واحد زي كل الأخبار اللي طلعت، لكن يتبقى فقط الإعلان الرسمي من الكاف. لو شفنا كمان عندك في المغرب يعني حسنات أغارير والشكوى اللي كانوا بيتكلموا، ولكن الكاف ايضا كان رفض
تأجيل المباراة. كاف أيضا كان رفض تأجيل فريق حرية أيضا رغم الإصابات الكثيرة طبعا في فريق حرية. نعم رضا، يعني ماذا عن إدارة فريق الزمالك؟ سمعك رضا، ماذا عن إدارة فريق الزمالك المصري؟ يعني وش هي، لأنه سمعنا أنه رئيس الزمالك مرتضى منصور يعني موافق على أنه المباراة تتأجل طبعا تماشيا مع الأوضاع اللي كيعيشها فريق الرجاء الرياضي المغربي، ولكن تقريب منهم، تقريب من الزمالك، ماذا عن يعني إدارة الزمالك؟ وش فعلا أنه الزمالك يعني ما عندهمش مشكل أنه المباراة تتأجل؟ بالفعل عثمان، يعني انت عندك اداره الزمالك من اول يوم اتكلمت على طبعا ابداء راي طبعا تاجيل اللقاء، وكمان رئيس النادي صرح اكثر من مره في قناه نادي الزمالك بان نادي الزمالك عنده طبعا ابداء وارتاح هي في تاجيل المباراه مراعاه لظروف لاعبي طبعا نادي الرجاء. كمان عثمان، لان كمان العلاقات بين الفريقين، يعني علاقات كمان بين الزمالك وبين الانديه المغربيه، كمان انت بتحافظ كمان على علاقاتك، بتحافظ كمان انت عندك لاعبين كمان من النادي طبعا الوداد، يعني عندك الناجي وعندك بن شرقي، وكمان اصبحوا من معشوقين نادي طبعا الزمالك وجماهير نادي الزمالك، من معشوقي الزمالك يعني هم نادي الزمالك، يعني لو حصل يعني بن شرقي وبن شرقي ونجم خدوا القلوب ديال المشجعين ديال الزمالك. بالفعل بالفعل، يعني اصبحوا كمان مصدر رئيسي في قوه نادي الزمالك، وكمان بن شرقي يعني صاحب هدف الفوز على الرجاء. فلما تشوف عثمان هنا الامر طبعا كمان هو امر علاقات، كمان الامر مش بيد نادي الزمالك حاليا، يعني لو الزمالك حتى كمان اعترض واصبح قرار رسمي من الكاف بتاجيل المباراه، خلاص هو القرار هيكون انت ملتزم بيه، لكن القصه كلها الزمالك بعد يومين طالب بتاجيل المباراه النهائيه. كمان نادي الزمالك كان بيتكلم على تأجيل مباراة نصف النهائي، لكن زي ما قلنا في البداية عثمان إن تأجيل مباراة نصف النهائي صعب، خلاص المباراة بكرة طبعا الأهلي والوداد. أنت دلوقتي بتتكلم عثمان إن لازم يكون في قرار رسمي، قرار رسمي من الكاف للتأجيل. طيب في حالة التأجيل هنا مين هيكون مستفيد أكتر عثمان؟ هل الزمالك ولا الرجاء؟ الرجاء أنا شايف إن هيكون عنده استفادة جيدة جدا، لأنك هتكون قدرت تجهز اللاعبين، هتكون قادر تدخل المباراة، والأمور كمان متساوية، يعني مش معنى إن الزمالك فاز بالمباراة مثلا الأولى 1-0 فكده ضمن، المباراة صعبة جدا، لأن أنت المباراة أنت مش عندك جمهور لا هنا ولا هنا، أنت مش عندك جمهور في المغرب ولا جمهور في مصر، فالأمور متساوية، الملعب متساوي للفريقين، وده اللي ظهر في لقاء الأهلي والوداد كمان، وظهر في لقاء الزمالك والرجاء. لكن تمنياتنا عثمان بالشفاء طبعا أكيد لكل اللاعبين في نادي الرجاء، أكيد، وان تكون الامور كمان ترجع تاني ويكون في تساوي. كمان عاوز اقول التصريحات كمان من المغرب هي اللي ممكن تكون سبب شويه، يعني لما نشوف عندك القناه المغربيه لما تتكلم عن قوه فوز لجح مثلا في مسانده نادي الرجاء، فده عمل يعني يعتبر بعض المشاحنات مع الجماهير الاخرى، يعني نادي حسنية أكادير وكمان نادي حورية أيضا في بطولة الكونفدرالية. أكيد هذا كما قلت قبل قليل، يعني سامعك رضا، كما قلت قبل قليل لأحد المشجعين الرجويين أنه رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع يساند الرجاء، يساند الوداد، يساند حسنية أكادير، ومن واجبه كما يقول دائما في خرجاته، يقول أنا هنا من أجل مساعدة الأندية المغربية كما يقوم الأطراف الأخرى في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في مصر الشقيقة، في تونس الشقيقة، في الجزائر، ولسنين طويلة، وأنت تعلم ذلك رضا. عموما رضا أنا كنشكرك بزاف، إن شاء الله وتكون معنا في برامج أخرى. كي داير عندكم بعد الأجواء في مصر فيما يخص كورونا؟ هل من حالات زيادة كما يقول الإخوان المصريين؟ بالفعل عثمان الفترة اللي فاتت كانت الأمور تحسنت جدا في إصابات كورونا، لكن يعتبر الأسبوع الحالي كان بدأ في تزايد في حالات كورونا، وربما يكون في موجة تانية زي ما حصل في أوروبا أيضا الأيام المقبلة. طبعا تمنياتنا للشفاء للجميع، وكمان هتأثر كمان على المباريات الرياضية اللي بنشوف لازم اللعيبة تكون حريصة جدا على طبعا مراعاة الإصابات اللي احنا بنشوفها زي ما حصل في الرجاء. كمان انت عندك دوري محلي وبطولة أفريقية،
فهتأثر كتير جدا على اللعيبة، لكن تمنيتنا بالشفاء لكل المصابين. شكرا جزيلا، اكيد رضا، نتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل لكل المسلمين في كل الارض ان شاء الله من فيروس كورونا المستجد، وانه الحياه ترجع الى طبيعتها. زميله رضا الصنباطي الاعلامي المصري، شكرا جزيلا لك. شكرا رضا من مصر، طبعا كان معنا عبر الهاتف، ونتمنى ان شاء الله التوفيق للفرق المصرية ان شاء الله، وتبقى كرة القدم في الميدان كما قلت في العديد من المرات. نحن إخوة، والأندية العربية إخوة، والأهلي والزمالك وكذلك الرجاء والوداد إخوة، ولكن كرة القدم عادي، تشيف كرة القدم اللي يربح مرحبا، اللي فاز بصحته. عموما احنا كنتمنوا التوفيق ان شاء الله لفرقنا الوداد والرجاء في تشامبيونز ليغ، كذلك نهضة بركان في كأس الكونفدرالية. نمشيو نتوقفوا مع فاصل قصير، بعده نواصل مشاهدينا الكرام في مباشر سبور اللي كنهضروا من خلاله على القرار ديال الكاف اللي مازال ما خرجش بشكل رسمي يعني، ولكن 80% ديال انه غيخرج في صالح تأجيل مباراة الرجاء الرياضي والزمالك المصري. فاصل قصير بعده نواصل. عدنا لكم دائما مشاهدينا الكرام في شوف سبور عبر مباشر سبور، نحيي كل الجماهير اللي كتبنا عبر هذا المباشر اللي كنخصوه كما قلنا لكم في البدايه الحديث عن مباراه فريق الرجاء الرياضي وكذلك الزمالك المصري. كل الاخبار، كل المعلومات، كل المعطيات، كل السكوب تقول بانه المباراه ديال الرجاء والزمالك تاجل ان شاء الله. احنا ما نتمناه هو الشفاء العاجل في البدايه لكل لاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي من هذا الوباء. بالنسبه لنا الحاله الصحيه ديالهم اهم من الماتش، هذا هو الهدف ديالنا حنايا، نتمنوا خير ان شاء الله. نمشيو ناخذ اتصال اخر. اهلا وسهلا، تحيه طيبه وليك خويا. الله يحفظك ليا، مرحبا. والاسم ديالك بعدا والمدينه وشرفنا. معك حسن من مدينه زقوره. السي حسن من زقوره، تحياتي اخويا حسن. تفضل اخويا حسن. الو، كنسمعك السي حسن، تفضل. السي حسن كنسمعك. فيما يخص المباراة ديال فريق الزمالك والرجاء البيضاوي. فيما يخص الماتش ديال الزمالك يعني بغيتي تعرف الجديد ديالو. الجديد ديالو هو سيدي انه السي حسن لحد اللحظة الاتحاد الافريقي لكرة القدم ما خرج حتى شي بلاغ رسمي في هذا الصدد، ولكن من مصادر خاصة يعني داخل الكاف انه المباراة تسير في طريقها الى التأجيل، خصوصا بعد تغيير الموقف ديال رئيس الكاف حمد اللي غير الموقف ديالو طبعا بعد ما عرف انه القرار ديال عدم سفر الرجاء الرياضي الى القاهره ما مرتبطش بالجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم او بنادي الرجاء الرياضي، يعني ماشي قرار مرتبط بلا فيديراسيون ولا بالكلوب، وانما قرار وزاري ديال السلطات المغربيه، وهنا اقصد السلطات وزارة الداخلية وكذلك الصحة. يعني الأمور غادية في طريق أنه الماتش يتأجل، خصوصا بعد يعني الخبر اللي خرج اليوم ديال أنه الرجاء ولاو فيه 15 لاعب اللي مصاب بفيروس كورونا المستجد. السي حسن، فيما يخص إضافة بعض اللاعبين الشباب فريق الرجاء البيضاوي، غتكون الأمور صعيبة السي حسن، غتكون الأمور صعبة لأنه الرجاء ما غاديش يبغي، الرجاء الرياضي ما غيبغيش انه يمشي لماتش حاسم ضد الزمالك المصري بلاعبين شباب يعني من الامل، وهذه امور صعيبه. كاينين اللاعبين اللي مكونفوكين يعني اللي كاينين في الـ في الـ في الكاف، فهمت؟ فيما يخص على حسب الصحفي المصري اللي قال لك
لأن فريق الرجاء البيضاوي بان فوز القجهة تيسام ضد الفرق المغربية. انا ردينا عليه. انه صحفي اللي كتقصد؟ الصحفي اللي يهضر معاك اليوم لا لا، ماشي هو اللي يهضر معايا دابا، هذا زميلي رضا، كيهضر بكل موضوعية في قناة النيل، إعلامي محترم كباقي الإعلاميين المصريين المحترمين اللي ما كيهضروا. يخص وخليني فريق بعد السي حسن نسولك، السي حسن نشرح لك بعد غير هذه القضية هذه، ياك؟ لأنه هذه القضية دابا هما شنو عندهم السي حسن، كتسمعني مزيان؟ دابا هما في مصر شنو عندهم؟ حنا كنعرفوا الزملاء ديالنا وكيعاودوا لنا لي كوليس، كيعاودوا لنا كلشي. في مصر عندهم وصلوا لذاك المستوى ديال الإعلام المنتمي، يعني عندهم الإذاعات والتلفزيونات ديال الأندية، فهمتي؟ بحال دابا مثلا قلتي لا، ماشي قنوات خاصة، لا يعني هي خاصة ولكن تابعة ماشي للمؤسسة، مثلا تابعة للدولة للأندية، يعني مثلا قناة الرجاء الرياضي، قناة الوداد الرياضي، قناة نهضة بركان، وعنده وقنوات كبيرة اللي ماشي يعني قنوات صغيرة. تبارك الله، راه فاش كيكشفوا لنا يعني بشحال القيمة المالية اللي غادا وبشحال كتمول، راه مبالغ كبيرة كبيرة بزاف. شنو كيديروا؟ كيجيبوا نجوم ديال هاد الفرق هادو، سواء الأهلي سواء الزمالك، كيحطوا في بلاتو شو وكيبدا يهضر مع الجمهور، فهمتي كيفاش؟ انت شنو كتنتظر من واحد هو زملكاوي بحال ميدو مثلا، نجم الكرة المصرية، ولو انه ما نجم ما والو، هو مهم كان على عكس العديد من اللاعبين المصريين اللي كنحترمهم طبعا في الطليعه ديالهم، نادر السيد اللي داز معانا عبر شوف سبور، كيجي البلاطو كيبدا يهضر ولكن هضرته خاويه، فهمتي كيفاش؟ وانما الا جا شي واحد وهضر مثلا صحفي ولا اعلامي ولا محلل وهضر طيب، يعني بناء على معطيات ومعلومات، راك انت غتحترمه، فهمتي كيفاش؟ ويمكن حنايا بشهاده الجامع اكثر دوله، يعني اكثر انديه وكذلك منتخبات بمختلف اعمارها فئتها العمريه اللي تضررت في القاره الافريقيه فهو المغرب. كاين هادشي يا سي حسن ولا ما كاينش؟ نعم. والمقر ديال الاتحاد الافريقي فين كاين؟ كاين في الرباط ولا كاين في القاهره؟ مصر. كاين في القاهره، فهمتي؟ هذه امور واضحه، غير هما يعني انا كما قلت لك عندهم زملاء اللي كنحترموهم، اللي طبعا منهم رضا كنحترموهم، الناس اللي كيهضروا بموضوعيه واللي بغى يقول شي حاجه يقولها. ونتمنى التوفيق لفريق الرجاء البيضاوي. أكيد أكيد، لا شك في ذلك، الرجاء في والوداد. فريق الرجاء نتمنى يعاود السيناريو ديال 2005. إن شاء الله نتمنوا، نتمنوا الخير إن شاء الله، نتمنى في كأس العرب. إن شاء الله. نتمنى الخير. شكرا شكرا سي حسن، شكرا سي حسن، دائما مرحبا بك عبر شوف سبور، لأن هذه النقطة العديد من الناس كيسولون عليها، كيقولوا لي يا خويا عثمان يعني علاش ما كتجاوبوش مصريين وداك الشيء. انا كنقول لهم المصريين ماشي كلهم، كنقصد يعني الاعلاميين المصريين ماشي كلهم يعني حاقدين، ماشي كلهم خايبين، كاين ناس تبارك الله اللي اساتذه كنحترمهم، كيهضروا زوين، كيهضروا يعني بتحليل منطقي مبني على اشياء صحيحه، وكاين ناس اللي كتبقى تهرج وتبغي دير البوز بحال ميدو، بحال العديد من الاسماء. وميدو ماشي اعلامي وماشي مذيع وماشي مقدم، هو واحد اللاعب في الكره فشل على مستوى المسار نتاعو المهني، لانه لعب في العديد من الفرق اللي برزوا فيها لاعبين كبار. زميله ابراهيموفيتش عنده 42 عام، باقي كيضرب الدوبلي ولي هاتريك مع الميلان، هو كيبدا يحلل ويهضر في الرجاء والوداد والقجاع الى اخره. اهلا وسهلا، السلام عليكم. تحية طيبة اخويا، مرحبا. طيبة، كي داير اخويا؟ صافا لاباس الحمد لله. اسم ديالك المدينة؟ مرحبا اخويا. اسم موسى من المحمدية. سي موسى من المحمدية، تحياتنا سي موسى، تفضل سي موسى. هذا الخبر صار ديال الشق ديالو الأول، التأجيل ديال المقابلة ديال الرجاء مع الزمالك. هو مازال، باش نشرح لك موسى، لحد ديال اللحظة يعني هذه الساعة اللي أنا وياك، الدقيقة اللي كنهضروا أنا وياك فيها، ما كاين حتى شي حاجة رسمية. وحسب ما كيروش في الكواليس المقابلة غادي تأجل نهار 30 ولا 1 شهر 11. فوالا، يعني ما كاين حتى شي حاجة رسمية، ولكن بنسبة ديال 80% بمصادرنا الخاصة، يعني ويعني مصادرنا قوية، وكل منبر يعني عنده المصادر ديالو، يعني لا في مصر ولا في المغرب 80% الماتش يتأجل. نعم، يعني كاين هناك ضغوطات من جانب الاتحاد المصري باش تبقى المقابلة في وقتها المحدد ديال نهار السبت.
يعني ضغوطات من الجانب المصري. اما من الجانب المغربي فهو بقوة ولو يمشي الى ابعد حد، احنا نمشيو كاع للفيفا ولا الطاس ولا هذا، ف يعني دفعات الرجاء البيضاوي قويه جدا بهذا القوه القاهره اللي وقع ديال نتيجه كوفيد 19 اللي تصاب فيها تقريبا 15 لاعب على ما اظن رجاوي 15 لاعب. ولهذا الشق انا بغيت ان نوصل لك واحد الفكره مقابله ديال الرجاء مع الزمالك في الشق ديالها الاول هي مزيان يتاجل المقابله، ولكن في الشق الثاني خاصه المقابله ديال الاهلي مع الوداد حتى هي تاجل، يعني باش يكون واحد تكافؤ الفرص الفتره او المده ديال الراحه ديال الفرق الاربعه اللي غتنافس على لقب العصبه. هذا من وجهه نظري. نعم سيدي. ايه ولكن دابا شوف دابا الوداد بالنسبه للوداد والاهلي فهما مركزين، يعني صافي تكونسونطرا والماتش راه غيتلعب غدا، فهمتي كيفاش؟ ما يمكنش يتم التاجيل ديالو، هذا شي حاجه مستحيله. والاهلي ما عنده كورونا والوداد ما عنده كورونا، اكيد الوداد عنده بعض الاصابات على مستوى اللاعبين ديال اصابه يعني لا علاقه لها بكورونا، وانما وكذلك كاين اللي كورونا على مستوى السعيدي صلاح الدين، وانما يعني الفريق صافي تكونسونطرا وحضر الماتش. ولكن الرجاء شيء ثاني لانه راه 15 لاعب هذه، فهمتي كيفاش؟ اسمح لي انا بغيت نوصل لك واحد الفكره، ولو لان الزمالك راه حتى هما كيطالبوا بتاجيل ديال يعني تاجيل ديال المقابله ديال الاهلي مع الوداد، راه كيطالبوا عطي علاش؟ حيت دابا عندهم غتكون عندهم واحد المده قصيره، يعني نهار 16 11 غتكون مقابله ديال النهائي، حال كلا دازت الزمالك الى قدر الله دازت الزمالك راه ما غاديش يتقبلوا الوضع، لان الاهلي غتكون عندهم واحد الفتره ديال الراحه يعني طويله وغادي يستعدوا مزيان. والوداد علاش قلتي الاهلي؟ ما الوداد قصيصيه ان شاء الله، حنا نتمنوا الوداد هي اللي تكون ما عندهاش فتره، تكون استفدت من فتره كثيره. سواء الاهلي ولا الوداد حنا كنتمنوا كلنا من الاعماق ديالنا ان شاء الله الوداد تاهل، ولكن هذا الشرط اللي وضعته الاداره ديال الزمالك خاص حتى المقابله ديال الاهلي مع الوداد تاجل حتى هي. نتمنوا الخير ان شاء الله، نتمنوا الخير. شكرا لك صديقي، شكرا لك دائما عبر شوف سبورت، تحياتنا لكم مشاهدينا الكرام، شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، نتمنى ان شاء الله التوفيق لفرقنا في الشامبيونز ليغ، الوداد وكذلك الرجاء الرياضي، كل الشفاء العاج ان شاء الله اللاعبين ديال الرجاء، كل التوفيق لفريقنا هذا بركان الحد ان شاء الله ضد بيراميدز المصري ان شاء الله، اللقب لابناء البرتقال لممثل الشرق والجهه الشرقيه ولممثل الكره المغربيه في كاس الكونفدراليه الافريقيه. لكم الشكر انتم، شكرا سمير على اخراج الحلقه، والى اللقاء.